تعد طريقة شد الوجه بالخيوط من الوسائل غير الجراحية الآمنة نسبياً التي تساعد النساء على التخلص من التجاعيد. وقال خبراء أن طريقة شد الوجه بالخيوط تعتمد على إدخال خيوط رفيعة للغاية في الأنسجة الدهنية تحت البشرة. شرفنا الدكتورة رندا العجيزي أخصائية جراحات الجلدية والتجميل. حدثينا عن هذه التقنية أو عن هذه العملية الغير جراحية بشكل مفصل أكثر. شد الوجه بالخيوط بياخد يعني تقريبا نص ساعة في العيادة ببنج موضعي. الألم بيكون بسيط جدا. موضعي يعني السيدة بتكون صاحية أو الرجل طبعا بيكون صاحي في كامل الوعي. خالص ما فيش أي مشكلة خالص. يكون أماكن وخز الإبر بتكون غير واضحة خالص حوالين العين. نعم. أو حوالين الفم من فوق أو من تحت. هو في دلوقتي طبعا كذا نوع من أنواع الخيوط. في حاجات صغيرة بتعمل نضارة، في حاجات بتعمل شد، في حاجات فيها زي هوكس، في حاجات لأ، في انواع كتيره قوي، وعلى حسب اللي احنا عايزينه، وعلى حسب الكيس اللي قدامنا، على حسب المشكله اللي عندي فين. ما هي المشكلات التي قد نواجهها؟ فصلي لنا هذه المشاكل. هو ده زي ما احنا شايفين في الفيديو، دي حد بيعمل الخيوط علشان خاطر ترفع تعمل النيزوليبيال فولز اللي هم الخطوط اللي جنب الفم والانف. ذكرتي انه الفئه العمريه من تقريبا من اخر الثلاثين بدايه الخمسينات. طب والالم محتمل كما ذكرنا ايضا، ويختلف من سيده الى اخرى او من رجل الى اخر. هل هذه العمليات لها اعراض جانبيه؟ لا خالص، هي الظريف فيها ان هي بتبقى يعني بترجع الانسان لشكله، يعني لشكله الاصغر اللي هو يعني من غير تجاعيد، من غير اي حاجه. مشهوره بيها انه بقت الناس تنزل شغلها على طول بعد بعد ما تعمل. نعم دكتوره رندا العجيزي اخصائي جراحات الجلديه والتجميل، احنا نشكر تواجدك معنا في هذا الصباح. الفكره الان اصبحت واضحه، طريقه الشد للوجه طبعا جديده عن طريق الخيوط. شكرا لك.